انا جايه لك يا عائشه. بنت عائشه انت بنت، تعالي هنا تعالي. ايوه يا بابا. صوتك عليك كده ليه يا بنت؟ معلش يا بابا. معلش ايه وزفت ايه؟ وبعدين انا مش قلت لك 100 مره لما تقف في المطبخ تبقي تغطي شعرك؟ يا اخويا هتغطي شعرها من مين؟ مش كفايه انا مغطيه شعري طول النهار؟ شوف الولية ونضها، هو المطبخ ده مش ليه شباك؟ والشباك ده مش مفتوح على الجيران؟ والجيران دول مش ليهم عيون تاكل الزلط؟ ولا انا بخرف يا اختي؟ يا بابا الشباك مقفول. مقفول ولا مفتوح؟ اللي اقول عليه يتنفذ بالحرف الواحد ومن غير مناقشه، فاهم ولا لا يا بنت عايشه؟ ماشي يا اخويا ماشي، يلا اجري سخني الملوخيه اجري. يا باي بيت كل بنت. السلام عليكم. اهلا يا استاذ سعيد. ايه عايزني دلوقتي؟ ما ينفعش بكره؟ الموضوع مهم للدرجه دي؟ طيب يا سعيد خلاص انا جاي لك حالا. السلام عليكم. زينب حضري لي اي جلابيه تانية غير دي لحسن، حاسس انها توسخ يا اخويا. كل الغسيل في الغساله. وطي صوتك، هاتي اي بنطلون وقميص. يلا اوطي صوتي من مين بس؟ هو انت عاوزنا نوش في بعض واحنا في قلب بيتنا؟ صوت المراه لازم يكون واطي على قد السمع، مفهوم ولا لا؟ يلا حاضر. بقول لك ايه يا زينب؟ نعم يا اخويا. عايزاني اجيب لك اي حاجه من تحت؟ انا رايح لص سعيد بيقول ان عايز الموضوع مهم. هات لنا معاك ازاز الزيت. زيت تاني؟ انا لسه جايب لكم زيت. انتوا ايه بتشربوه؟ اصل انت اول امبارح جبتنا بصراحه سمك زفر قوي، خد الزيت كله، ودلوقتي عايزين نقل بطاطس ما لقيناش، نعمل ايه؟ السمك هو الزفر ولا ماشي يا اختي؟ حاضر هجيب لكم. يلا حضر البنطلون والقميص على ما اخش الحمام. حاضر. غط شعرك يا بنت، روح. حاضر يا بابا. التمثيلية تخلص الاقيكي هنا قدامي على طول، احسن ابوكي يطردك زي ما طرد اخوكي. يا ماما انا تحت في الدور الاول عند عواطك، بس انت خليكي واقفه في البلكونه لاجي وانا تحت. اول ما نادي عليكي طيري على هنا، فاهمه ولا لا؟ حاضر. يلا بسرعه يلا. استرها يا رب. مؤاخذة يا عم الأستاذ، ربنا يهديك. صدق الله العظيم. حضرنا يا عم الأستاذ، الكلام اللي هقوله ده محدش يعرفه، ده كان سر بيني وبين أبويا الله يرحمه، موصيني ما افتحش الكلام ده إلا في حضورك يا عم الأستاذ. خير يا سعيد. نقرا الفاتحة على روح أبويا الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين آمين. الله يرحمه ويرحم أموتنا جميعا. أبويا الله يرحمه قبل ما يموت خرج كل الناس بره الأوضة وقال لي تعالى يا سعيد. قلت له مالك يا بابا؟ مالك؟ قال لي قرب منا يا سعيد. قربت. قال لي وطي عليا. وطيت. قال لي حط إيدك في جيبي وطلع اللي في جيبي يا سعيد. قلت له لا يا بابا لا، أنا عمري ما حطيت إيدي في جيبك يا بابا. قال لي اسمع الكلام يا واد. حطيت إيدي في جيبه لقيت شوية ورق. قلت فيه ايه؟ ابويا بيخرف ولا ايه؟ قال لي اقرا اللي مكتوب في الورق يا سعيد. بصيت في الورق لقيت عقود بيع. كداب في اصل وشك، ابويا مش ممكن يعمل كده ابدا. ما تستهدي بالله، امال يا سناء يا بنتي؟ هو الراجل لسه قال حاجه؟ بصي احترمي نفسك لا بهدلي. ما تقدرش تهوب ناحيتها طول ما انا عايش يا سعيد. يا عم روح انت كمان كده. طب استاذن انا بقى. خلاص عبد الشيخ تمام خلاص. استهدوا بالله ونتكلم كلام عاقلين واحترموا وعدتي، ما صحش كده. كمل يا سعيد. قريت الورق لقيته عقد بيع للبيت والورشه باسمي. قلت له لا يابا لا، انا ما يرضنيش. واختي ومراتك وابنك. قال لي لا ده حقك، البيت والورشه حقك يا سعيد، وانا عارف يا ابني انك مش هتظلم حد فيهم. وطب ساكت. وادي الورق اهو باصم عليه بايده. شوف يا سعيد، لو شيوخ الدنيا كلها صدقتك انا بقى مش هصدقك. اعملي اللي انت عايزاه طالما انك قليله الادب ومش محترم حد. عم الشيخ العود معاك ودي وصيه ابويا. بقى ابوك وصاك تاكل حقيله قبل ما يموت؟ ليه؟ كان غضبان عليا ولا غضبان على ابنه اللي لسه عيل؟ ما
ما خلاص بقى يا بنتي. خلاص ايه يا عم الشيخ؟ انتوا هتجننوني؟ ده سعيد منصور ياكل مال ولاده قبل اليتامى. ما هو حرمك من الميراث عشان لسانك الطويل ده. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كل شيء معمول حسابه، وانا ما ظلمتش حد، وكلمه زياده هطردك انت وجوزك. وانا اروح فين انا وابني؟ تقعدي في بيت ابويا تربي ابنه اللي هو اخويا، مش ده الحق برضه عم الشيخ؟ انا لحد كده وماليش حق، ده عقد بيع وشراء، ومن حكم في ماله ما ظلم كده. ماشي يا سعيد، انا همشي، لكن ويمين الله ما هيعدي صبح ولا ليل عليا الا لما اكون داعي عليك في كل ركعه وفي كل اذان. منك لله يا سعيد يا ابن النعيمه، منك لله. يلا يا واد امشي. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا ما قلت لك يا سناء، قولي لابوك على كل حاجه قبل ما يموت. اهو مات وخد كل حاجه. اله يدخل عليه بالخراب ويصرفه على المرض. قادر يا كريم. وجايب الشيخ معاه علشان يسهل. هو الشيخ تمام هيعمل له ايه بس؟ هو ده حد يقدر عليه؟ معقوله ابوكي يكون كسب كل حاجه قبل ما يموت؟ مش ممكن يا فتحي، مش ممكن، ابويا مش ممكن يعمل كده ابدا. انا شفته وصماته على العقود. يا رب ارفع قضيه. هيكسبها، هو مش عبيط ولا برياله، هو فاهم بيعمل ايه، بيخطط ويدبر وعامل كل حاجه وهينفذ. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.